ايه هما الثلاث اخطاء اللي هيدمروا فعلا دورة الفراخ عندك. بس الاول اعرفك بنفسي، انا محمد رضا، طبيب بيطري، غرض الارتقاء والنهوض بتربية الدواجن، وان الناس كلها تفهم يعني ايه تربية دواجن. الاول قبل ما نبدا الموضوع نصلي على افضل خلق اجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بص يا حبيب قلبي، انت هتجيب دوره فراخ، اهم حاجه بالنسبه لك درجه الحراره. بص هنا الترمومتر اهو يا حبيب قلبي، ادي درجه حراره 32.5، دي كده اهم حاجه اهي، درجه حراره 32.5 اهي يا جماعه، درجه الحراره 32.5. يبقى اهم حاجه بالنسبه لك ان درجة الحرارة تبقى 32.5. ليه بقى؟ درجة الحرارة لو قلت في عمر يوم، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الفرخ دوت غير قادر على تنظيم درجة حرارة جسمه. انت كإنسان لما بتبرد جسمك بيعلي عمليات الحرق، فبالتالي بيزود الطاقة جوه جسمك، فبيدفي جسمك، وحرارة جسمك سواء انت كنت الجو صيف او شتاء بتفضل 37 درجة. يعني لو قست درجة حرارة جسمك بترمومتر هتلاقيها 37، لكن الفرخ دوت ما بيقدرش ينظم درجة حرارة جسمه، عشان الجزء اللي موجود في مخه المسؤول عن تنظيم درجة حرارة جسمه اللي هو اسمه السيرمو ريجوليشن لسه ما اكتملش، بيكتمل بعد العشرين يوم. فانت لما الحرارة تقل الفراخ هتتجمع على بعضها، ولما الفراخ تتجمع على بعضها تعرف ان الحرارة قليلة ولازم تزود درجة الحرارة. النقطة التانية ان الفراخ لما بتتجمع على بعضها بيحصل عندك كساح. ليه؟ تلاقي الفرخ قاعد على اخوه، وده قاعد فوق ده، وده فوق ده، وده فوق ده، ويحصل كساح للفراخ، ما الفراخ كلها قاعدة فوق بعضها، فأساسي ومية في المية هيجي عندك كساح للفراخ. يبقى انا حصل عندي كساح، حصل عندي ان الفراخ اصلا مش عارفة تاكل ولا تشرب والوزن هيفضل قليل، حصل عندي ان درجة الحرارة قليلة هتعمل لي بكتيريا اسمها الميكروبلازما هتنشطها والفراخ هتاخد برد، وبالتالي انا دورة الفراخ دي اتضربت. فانت هتشتري فراخ يا حبيب قلبي، اهم حاجة درجة الحرارة تبقى مظبوطة. ظبطت درجة حرارتك وعرفت الغلط الاول اللي ممكن تقع فيه، ودي التلات اخطاء اللي ممكن تقع فيهم في اول 4 ايام. الخطأ التاني هو الاضاءة. بص يا حبيب قلبي، انت بتتفرج معايا في الفيديو والاضاءة واضحة ازاي؟ يعني انت شايف وعينك كويسة وانت عينك مرتاحة. انا بشوف ناس الاضاءة عند الفراخ عاملة زي السهرية كده، او حطت اللمبة فوق الفرخ كده. هي اللمبة دي هتنور حاجة؟ علي اللمبة يا عم، خلي اللمبة على ارتفاع متر، بصوا على ارتفاع متر او متر ونص كمان، وياريت اعلى من كده. يبقى انت يا حبيب قلبي اللمبة على ارتفاع متر او اقل حاجة ارتفاع 80 سنتي، ولو عندك مكان واسع زي كده خليه كذا لمبة عشان تنور المكان. يبقى الاضاءة مهمة، لان لو جينا بصينا في الفرخ، العين بتاعت الفرخ دي يا حبيب قلبي لسه صغيرة، ولسه فيها اجزاء برضو ما اتكملتش على الرؤية الصحيحة، فالفرخ عاوز اضاءة عالية علشان يشوف كويس. بالعكس الفرخ لما عمره يكبر بيعوز اضاءة قليلة علشان ما تحركش كتير. فانت في العمر الصغير ده، بصوا يا جماعه، الاضاءه العاليه ديت كمان بتعمل استيميوليشن وبتحفز المخ عن هو يفرز هرمونات، الهرمونات دي بتخلي الفرخ نشيط. بص تلاقي الفرخ بياكل، بينقر، تلاقي فيه نشاط عندك في المكان، ده بسبب ايه؟ الاضاءه العاليه. يبقى الاضاءه العاليه اصلا بتحفز افراز هرمونات وبتخلي الفرخ يعرف ياكل ويشرب كويس. يبقى دي تاني نقطه، الاضاءه عندك اهتم بيها وتبقى مظبوطه. والنقطه الاولانيه ان الحراره عندك تبقى مظبوطه، عرفت الحراره اضرارها ايه وعرفت الاضاءه اضرارها ايه، لما بتقل الفراخ مش هتاكل ولا هتكبر. النقطة التالتة ودي أهم نقطة، وهي الأمراض. أمراض يا دكتور، أنت قلت لنا نهتم بالحرارة مش هيظهر عندي مرض. في ناس بتيجي على فتحة المجمع هنا تلاقي المنطقة دي يا حبيب قلبي في إسهالات كده ومتاكلة، من إيه؟ هقول لك أنا من إيه. نصلي على النبي الأول، ونصلي على أفضل خلق أجمعين، وتنزل تدوس لايك جميل واشتراك جميل في القناة على المجهود الجميل اللي إحنا بنقدمه ده. أنا الأول قبل ما أقول لك ليه برضو النقطة التالتة، بصوا أنتوا مركزين، أنا قاسم المكان نصين، حاطط هنا 50 فرخ وهنا 50 فرخ، النص ده هنحط له أعشاب والنص ده مش هنحط له أعشاب، وهنشوف النتيجة اللي هنا بالأعشاب أوزان عاملة إيه والحيوية عاملة إيه، وهنشوف برضو النتيجة هنا وهنفرق ما بينهم. ده هدفي من ان انا اقسم مكان نصين، وكمان بنعمل التجارب عمليه مع بعضينا في فيديو جميل ودوره جميله هنصور لكم يوم بيوم، عشان يبقى كده صرحه مع بعضينا والدنيا معانا، والملعب زي ما سموه على المكشوف، بنلعب على المكشوف.
دي النقطه اللي انا كنت عاوز انوه عنها. النقطه بقى الثانيه وهي ايه هي الحاجه اللي ممكن تعمل لي امراض وبتسبب اسهالات في الفراخ هنا كده، تلاقي فتح المخرج فيه اسهالات. دي بكتيريا اسمها ايكولاي او السالمونيلا تعمل لي اسهالات. الله، ما انت يا دكتور قلت لي ظبط درجه حراره وظبط الاضاءه مش هتلاقي عندك مشاكل. هقول لك انا الفيديو ده عمل 3 اخطاء بيسببوا مشكله كبيره، ولكن انت ما سمعتش فيديو الاستقبال بتاعي. انا نزلت قبل كده اسمه فيديو طرق استقبال الكتاكيت مع دكتور محمد. فيديو الاستقبال ده انا قلت بنجيب مضاد حيوي اسمه بان فلور، بنحطه في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. بان فلور ده بيشتغل على التنفسي لو الفراخ، اكيد الفراخ وهي في الصيدليه البيطري او عند الراجل هتشتري منه كتاكيت كان في بوكسه، والبوكسه دي جوه اوضه والاوضه درجه حرارتها واطيه، فاكيد الفراخ ممكن تكون خدت لطشه برد. الراجل وهو بحمل الكتاكيت في العربيه ممكن يكون حصل ليها لطشه برد دي كده، فانا بالتالي بدي مضاد حيوي يعالج البرد. هتقول لي لا مش هاد مضاد حيوي عاجل برد، هقول لك ما الفراخ 100% خدت لطشه برد. يا عمي بلاش البرد، انت مهتم وانت اللي جايب كتاكيت من البيضه حاططها عندك في المكان، متاكد واثق من نفسك قوي. لا طب ام الفرخ ده ايه؟ ما الفرخ ده هل البيضه دي لقيناها في الشارع ولا البيضه ديت في فرخ اللي يعني البيضه ديت كان متضاده من ام الفرخ او الكتكوت اللي قدام منكم ده؟ امه ممكن يكون عندها مرض، ومفيش فراخ في الدنيا ما فيهاش مرض. ممكن يكون المرض موجود بس مش مؤثر ولا عامل اي مشكله، بيسموها ليتن انفكشن، يعني مرض ساكن مش عامل مشكله، بس لما الفرخه تيجي تبيض البيضه المرض ده بينزل في البيضه بتاعه الفرخ، يجي يطلع كتكوت، الكتكوت يبقى حامل المرض. المرض ده ما تقول لي ما كتكوت حيويه هي كويسه ازاي هيجي لها مرض؟ المرض ده بيفضل جوه جسم الطائر ما بيظهرش الا بعد 10 ايام تبدا بقى تلاقي عندك اسهالات، تلاقي كمان بعد 5 ايام اسهالات على فتحه المخرج. ليه؟ ده بسبب بكتيريا اسمها ايكولاي والسالمونيلا، ودي بكتيريا موروثه، و 90% من الكتاكيت الموجوده في مصر عندها نفس المشكله. فانت حبيب قلبي بان فلور ده هيعالج المشكله ديت وهيعالج البرد كمان، فتحضنه، وبان فلور رخيص ومتوفر، فتحط بان فلور عشان تعالج المشكله دي. دي كده كانت 3 نقاط المهمين جدا اللي انت كنت ممكن تقع فيها وتسبب عندك نقص اوزان، هتسبب عندك امراض، هتسبب عندك كل المشاكل تتوقعها، كساح، كل المشاكل تتوقعها بتنبع من اول 5 ايام في التربيه. انت لو مربي 5 ايام صح ومستقبل اول 5 ايام صح، ساعتها مش هتواجه اي مشكله طول الدوره. لكن لو انت بادئ غلط فانت مؤسس غلط، فانت ازاي مؤسس غلط وعاوز تبني دور تاني وتالت ورابع وخامس؟ فهمنا كده يا حبيب قلبي؟ انا كل اللي محتاجه منكم تعملوا لايك جميل للفيديو واشتراك جميل في القناه، وتتابع القناه لان عشان بقى تشوف نتيجه الاعشاب وتشوف الفيديوهات اللي هتنزل يوم بيوم على التربيه، وهتبقى محترف في تربيه الدواجن. النقطه اللي بعد كده انا عامل عرض اسمه عرض المتابعه، بتابع معاك الكتاكيت من عمر يوم لحد البيع بمقابل مادي بسيط. المتابعه دي بتكون خلال بكلمك كل يوم او كل يومين في التليفون، ولو في مشكله بتبعت لي صور واتس وبرد عليك. كل ديت متابعه، لو عايز متابعه كلمنا على رقم 011-55-88-32-54. النقطه الاهم من ديت ان الناس بتقول لي دكتور متابعه مش متابعه، بص يا حبيب قلبي الناس اللي بتتابع معانا بيستفاد حاجه واحده. ايه الحاجه اللي واحده؟ ان هو انا بعرف اشخص، لكن انت كشخص مش طبيب بيطري مش هتعرف تشخص المرض قوي، تمام؟ لكن انا دوري بشخص، لكن المعلومات اللي بنزلها في الفيديوهات بدقة المعلومات اللي انا بقولها للناس اللي متابعه معايا، يعني انا ما بخلش على الناس اللي بتسمع الفيديو بحاجه، فعشان اللي انا ما بخلش وان انا بعمل اللي عليا وزياده، مستني منك تعمل لي لايك جميل واشتراك جميل في القناه، واشوف اشوفكم بخير في فيديو جاي احلى واجمل بكتير، وفيديو خلطه اوزان جايه بعد الفيديو ده، استنونا انتظرونا يعني، بصوا في شغل جامد جاي. عايزين اي حاجه اكتر من كده؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.